صباحكم خير جميعا، صباح العمل وحب العمل. مع كل إشراقة شمس ومع كل صباح كلنا منتوجه لأعمالنا ووظائفنا. البعض منا بيروح دوامه مبسوط ومشقرق، والبعض الآخر منشوفه كأنه رايح شهادة زور. ليش يا ترى؟ خلونا نشوف. بتفيق الصبح بتروح دوامك مبسوط ومرتاح متشجع للعمل ولا لا؟ أنا شخصيا أنا لا. ليش؟ ما بحب الوظيفة، من زمان ما بحب الوظيفة. طيب شو السبب انه نحن احيانا نكره الدوام او نكره الوظيفه اللي نحن متعينين فيها؟ شو السبب؟ طبعا الاخ هون ما عطانا جواب. رئيس العمل يكون انسان كويس، يعرف يدير عماله وكذا، اكيد بده يرتاح الواحد بشغله وبعمله. مكافآت، الحوافز، الراتب بيعطيه دافع لانه يتشجع للعمل؟ طبعا بيشتغل اكثر، بصير بيروح بنشاط على شغله، انه في مقابل عمل معناتها في هون هديه لإله بده ياخذها. لا طبعا الواحد وقت يكون مرتاح مع مديره وبكون رواتب مثلا كويسه، يكون العمل مريح، انه ما في نفسيات او شيء، كمان يكون الراتب كويس. طبعا العلاقة يعني لازم تكون كويسة ومبنية بين الموظفين والمدير العمل، وتكون كمان في ثقة، يعني كمان الواحد بيكون مرتاح بشغله بيكون وبالراتب بيكون كمان مرتاح. يعني الناحية المادية كمان بتشجع على العمل؟ لكن ايه، بس هلا ظروف عمل كتير، فرص قليلة. يعني مبسوطة بشغلك؟ اكيد. شو اللي بخليكي تقولي لي ايه اكيد؟ الإدارة الكويسة، علاقتي مع رفقاتي، الشكل اللي انا ممرضه فيه، بحس حالي عم قوم بعمل انساني. يعني هيدا لحاله بكفي اني انا عم قوم، مثلا عم بروح اشتغل. ما في سلبيات منغصات بعملي؟ بس المواصلات. بوجه تحيه لكل عمال سوريا، وان شاء الله بتخلص الازمه على بخير وسلامه، وبتعمل سلام على كل سوريا يا رب. اول شيء لازم يكون عدد ساعات الدوام متناسق مع المعيشه، مع الظروف المعيشيه، مع الراتب. يعني هلا مثلا انا ما فيني اروح داوم اقضي عن نهار كياته مثلا من الساعه 8 لـ3، مشان يكون الراتب اول شيء ما بكفيني لخمس الشهر مثلا. هذا الشيء بشجعني انه نتوظف او ما نتوظف، فنحن بهي الحاله بيكون الوقت المتناسب مع المعيشه، مع الدخل. يعني بالحاله الطبيعيه ما انا موجود، يعني دائما المرؤوس، بيكون عنده خوف من الرئيس دائما، يعني من الرئيس بالعمل. يعني نحن عندنا الموظف بخاف من معه بالمكتب، عرفت كيف؟ فبيكون مع الاعلى من مديره العام او كذا. يعني عندنا في هو في تفاوت، يعني احنا عندنا ما في تناسب مثلا، ما في انه الرئيس ما عنده علاقه مباشره مع العامل لهيك. يعني انا مثلا ما بسترجي بجوز دق الواو وقول له انه مثلا عندي هي المشكله او كذا، لانه بجوز ما فاضيلي، او بجوز يعني في خوف، يعني في فرق في هو هي على المستوى الصغير، فما بالك بالمستوى الواسع. يعني هلا معلش المواصلات عم تعذب فيها، التعامل مع الطالب كمان عم تعذب كثير، السيوله الماديه ما عم تتوفر. يعني هلا معلش هلا انا واقفه رايحه عم دور على الارخص لنقي وثياب لاولادي، يعني رغم اني انا مدرسه وزوجي مدرس، بس الوضع شوي صعب. علاقتك مع المدير، علاقه الموظف مع المدير كيف لازم تكون؟ لازم تكون مبنيه على التعاون وعلى التفاهم بيناتهم. موجود هالشيء عندنا؟ بعض المدارس لا يخلو الامر، وبعض الدوائر الحكوميه في صعوبات كثير، انه يكون مديره بيفهم انه ايه بس يعني يكون المدير مريح بالتعامل. يعني اذا بدي احكي بدي احكي كثير فبلاها. لا معلش. عندك حكي كثير وما بدك تقولي، انا رح احكي عنك بالمشرمحي، انا بعمل واجبي وانت اعطيني حقي.